السلام عليكم. القناة لازالت في البداية ديالها، كنتظروا منكم الدعم بالاشتراك وبتفعيل الجرس باش توصل القصص الجديدة واللايك. شكرا لكم. نتكلم معه بزاف باش حليت عينيا. جريت التليفون شعلتو، طرت من بلاصتي ناري 8 الصباح، بديت كنتفتف وكندور من هنا لهنا وسط البيت، وكان لبس بالزربة. لبس هاد الزمر ديال التريكو بالمقلوب، تعصبت واللي حطيت على يدي كتبدا كتخربق. ايوا صباح زين هذا. خرجت من البيت مبهدلة ومعنكشة، كنقاد في حوايجي، نازلة مع الدروج وكنغوت. وامي علاش ما فيقتينيش؟ جات امي دايرة يديها على صدرها مخلوعة وخرج عينيها. طلع كنجري من الكوزينة هازة معلقة في يدها، اويلي بنتي لاباس اش كاين؟ واتي علاش ما فيقتينيش؟ راه 8 و10 دقائق هادي، والله حتى حرام عليكم. قرصاتني في ظهري بالجهد، هي قلت لك في مصيبة، حط لي التليفون عند راسي صوني ونجي نفيقك، علي يسحب لي خرجتي وانت كتغوتي عليا هنا بحال الفروج. يلا سيري لبسي صباطك وزيدي تفطري دابا. مشيت كنجري الحمام، غسلت وجهي ومشيت للمجر ديال امي، هزيت ليها شويه من الفون دو تان ودرتو في يديا بالتخبيه وشويه ديال العكر، ودخلت الحمام لبست حجابي ودرت داكشي في وجهي وسميت سالسه مع الباب. كنسمع اجي اجي، درت راسي ما سمعتش، قلت داعي معايا امي، جات وقفاتني. ناري امي صافي راه تعطلت، واش باغاني نجلس حداك؟ كنهضر وكندير راسي كنصايب حوايجي وحاضر راسي باش ما تشوفش اش دايره في وجهي. بدات ليا كاساتي وخبز فيه زيت العود وجرات ليا كرسي برجليها، جلسي هنا في الطريق قبل ما تمشي. جبدات ليا 600 ديال ريال خشاتها ليا في جيبي، هاكي شدي طاكسي بلا ما تمشي في الطوبيس. شدتني البكية، هي ما عندهاش وانا صبحة ناعسة. حسيت براسي في شكال وحسيت براسي عزيزة على الوالدة، فمي عامر بالخبز وعيني مغرغرين وشي مشاعر بزاف في قلبي. بست لها يديها، جيت نبوس ليها على راسها وهي تشدني من حلكي. بديت كندور في عينيا وقلت لها امي تعطلت خاصني نمشي. شدت لي راسي وقابلت لي وجهي مع الباب باش يبان لي الضو. اجي رشني ولا اش داير في وجهك؟ مشيتي ليا ثاني للمجر، عطيت على فمي. لا صافي هاد النهار كحال سحل. قلت لها هو امي هاكي على بنات كيديروا هاد الشي خفيف والله ما كيبان. عطاتني واحد القرصه وقالت لي يا كصقع المصقع، كنقول لك انا ما سوقيش في البنات، باغا تصفيها ليا ودوزي حيد عليا داك الزبل. حضرت راسي بست ليها على راسها بالزربه، قلت ليها بسلامة دعي معايا ربي سهل عليا. مشيت كنجري تبعات، هي تبعتني وانا كنجري سمعت صوتها بين الناس وهي كتحلف عليا حتى تجيني. يا بنيتي الله يسر لك ويسهل عليك كل ما صعب، قراي الدعاء. بقيت كنجري وانا فيا الضحكه، كنضحك وداك البرد ديال الصباح زوين كيضرب ليا في وجهي. انا كل ثقه وتفاؤل باللي غنجح في امتحان ديال الخدمه اللي شحال وانا كنقلب عليها. شدي الطاكسي وصلني حتى لباب الشركه، شركه زوريخ للسياحه. نزلت شفت في الساعه ووصلت في الوقت، خديت نفس عميق وقلت يا ربي يا ربي غير هاد المره تنجحني وتيسر لي في هاد الخدمه يا ربي. شديت في ساكي وزيرت بيدي عليه ودخلت وانا فيا الخوف من الرفض والفشل والشجاعه والثقه والامل داخله مستعجله. امتى نطلع ونوصل لقاعه الامتحان؟ وقفني السكريتي اللي هو الامن، لا لا فين داخله؟ درت عندو خنزرت فيه، تفو هذا غيبقى يعطل فيا. مشيت عندو بشويه كنهضر، اسمح لي يا سيدي انا جيت على ود الامتحان اليوم، عندنا لوغال راه غير البارح دوزنا الامتحان ديال ليكري ودست، ها هي الورقه الله يعاون. حضرت راسي يلاه بقى ندور نكمل طريقي عند بالي زربت عليه، هو يقول لي بلاتي بنتي اجي حيدي من قدام الباب خلي الناس يدوزو. بديت كندور في راسي، حسيت بهاد السيد غيعطلني، يدي بدات كتهز في الساك بوحدها وبحال حسيت بها ما بقاتش جزء مني، ما كتستجبش ليا وبحال غنضرب بالساك على الراس بشكل لا ارادي. غمضت عينيا وخرجت النفس، قلت ليه بالنظره نعم سيدي راه غتعطل اشنو كاين. جبت نهضرو قدام
وقدام مقشقشين جلس كيمسح فيهم بشوية. أراي ديك الوريقة نشوف. أوف جبتها ليه. جلس كيحقق فيها وكيشوف، كيحيد النظاظر كيعاود يديرهم. ها هو ثاني غمض عينيه ودار عندي. كشي دابا انا كيضروني عينيا، كيجيبوا لي الدوخه، ما خليت ما درت والو. الواحد ملي كيبدا يكبر كتبدا تمشي الصحه. بغيت ناخد لي غير ورقتي ونزيد بحالي. صبرت راسي، اياها السي الحاج، الواحد كيكبر والصحه كتبدا تمشي، ولكن ارى لي ديك الورقه اللي شفتيها راه خاصني ندخل، راه الا تعطلت ما يخليونيش ندوز. عاد ما هاد السي الزمر زاد كيتقال في الحركه، شد ليا ورقتي ما بغاش يطلقها، كيخنزر فيا بحال ما عرفتش اش كيشوف. كل ساعه كنقول ليه ارى ليا ورقتي، يبدا يقول ليا كندير خدمتي، هل انا الا ما درت خدمتي غيجرو عليا، ولا جرو عليا ما عندي ما ندير، عندي بنتي كنصرف عليها، وهادي وهاديك. كيبدا يسرح ليا في الهضره وانا صابره عليه غير بزز. شد الورقه طواها، فرحت واخيرا حسيت بحال كنت غاديه في شي صحراء وشي واحد جا وعطاني كاس ديال الماء بارد. مديت يديا بزوج بلهفه وانا مخرج عينيا في الورقه ديالي، حتى قرب وطراف صباعي لامسو ديك الورقه الغاليه وهو يعاود يحلها. بلاتي بلاتي عرفتي اش ديري؟ جبدي لاكارت ناسيونال، حنا راه كنخافو ملي كينصبو على الناس، ياك شفتي البارح في اخطار المجرمين ديك العصابه. شديت فراسي، جاب لي الدوخه هاد السطلع، ما عرفتش كيفاش تخدم هنا. دار فيا الغدايت، يلا غنبدا نتعصب ونجنن عليه. جا واحد السيد دايز من حدانا قال السلام عليكم با عبد المولى. شاف فيا لقاني معصبه، ياك لاباس؟ ما شفتش فيه، ما جاوبتوش، ما ديتهاش فيه. وليت كنفكر غير كيفاش نتفك من هاد السكريتي. عطاليه الورقه، ديك الورقه هذيك الورقه اللي شحفاتني هاد الصباح. راس من قدام عينيا من بين يدين عبد المولى اللي يد هذاك السيد. تغرغروا لي عينيا، شد هذاك السيد الشاب شافها، ابتسم ودار عندي هاكي دخلي. وطلعي لقى 4 قاعات الانتظار، من بعد اللي عيطوا عليه يطلع للطبقه الخامسه. ما صدقتش غدا ندخل وغنتفك من هاد عبد المولى، ولا هضرت عبد المولى بهاد السهوله. ما هزيتش فيه راسي، خديت ورقتي بسها، هزيت راسي للسما وقلت حمدتك يا ربي وشكرتك. رجعت لوسط الدوسي وما شفتش وجه السيد الشاب ونسيت نشكره. تميت غادة وجاي تبعني با عبد المولى كيهضر، راك عارفه بنتي ما تبغيش لي الضرر، الا دخلتك وانا ما عارف عارف والو وقعوا لي المشاكل. درت عنده ألم نرفزة، دخلنا عليك بالله بالله، هادي خدمة عندك؟ بغيت تسطيني على هاد الصباح؟ كتجبد لي أخطاء المجرمين ونويل الكحل، كتفايل عليا ولا شنو؟ شادني بالهضرة الخاوية، قلت لك هزة فيروس إيبولا في جيبي كتصدق فيا. عافاك سيدي، أنا ما خليني ندخل نطلب زهري في هاد الخدمة. سير سير ترجي، راه بان ليا واحد جاي باغي يدوز الامتحان معانا. شد فيه، دورت وجهي وبديت كنمشي بخطوات واسعة كبيرة باش نوصل دغيا لصالة الانتظار. وانا كنقول الا مشيت حدا حتى خدمت ان شاء الله في هاد الشركه، اول حاجه غندير ندير اضراب ضد عبد المولى، يخرجوه ونشوف اش غيوقع ليه ملي يجريو عليه من الخدمه. وقفت قدام لاسانسور وانا كنضحك ضحكات شريره، حسيت بشي حد جا وقف حدايا. ضرب على الطبق الخامس، طبقة خمسة هي فين غندوزو اللغال ديريكت. بديت كنقول واش نهز راسي نشوف شكون ولا لا، اش ندير؟ انا في ديك اللحظة كنشاور مع راسي ما تعصبيش مع عبد المولى، حافظي على التركيز ديالك. تكوفرت في بلاصتي، ما عرفتش اش من ردة فعل ندير. بقيت حاد راسي حتى تحل الباب، دخل السيد الشاب وانا بقيت كندور عينيا. عرفت بلي هو الشخص اللي غنجلس قدامه في مقابلات العمل. رجعت جوج خطوات للور، درت ابتسام عريضة، قلت لي لا لا انا غنطلع في الدروج. بقى كيشوف ما فهم والو، اش يا ربي هاد المصيبة. صافي مشات الخديمة، انا من تقل ولا داخلة محيحة وكنسب في العساس عبد المولى وهو سمعني. انا انتهيت، طلعت في الدروج وشبعت فراسي معايا. دخلت القاعة، الجو كان متوتر، البنات لابسين الشيك والمكياج والشعرات والروايح، وانا فوضو تا وشوية طلع كرب الكشيفة باش لبقتو بلوجهي واخا ما باينينش. الدراري بلا ما نهضر، شي
كيشوف شي تخنزيرات وشوفات ونظرات محبطة، ولكن أنا ديك الساعة بخليها على الله. مبقيت كنعصب في راسي لأن الوصول ديالي لهنا تكرفاصت فيه من جميع الجوانب بحال زهري كيتساني الكريدي. بدا كيدوز واحد بواحد وأنا كنتسنى في نوبتي حتى بدا كيجيني النعاس وكنتفوه. حليت عينيا، ناري القاعة كتصفر. خرجت طليت ما بان لي حد، حضرت راسي وتميت طالعة لطبقة خمسة وانا في البكية كنلوم في راسي انا ما خليت في الناس حتى نهار الامتحان. عسنا يا ربي يا ربي توقف معايا. عند الباب ديال المكتب مقابلة العمل صفاريت وفمي نشف وبيض، بديت كنترهد وكنقفقف. دقيت بشوية، دخلت حليت الباب بشوية بحال كنتسلت وصديت ثاني بشوية وبديت كنتمشى بحال شي وحدة كتحسب خطواتها وحاضرة راسي. هز إيديه اللي صيا وجبد المكانة. أنيسة تعطلت ب 15 دقيقة، واش حنا هنا اللي خدامين عندك ولا انتي جاية تخدمي عندنا؟ فشلوا لي الركابي، جاتني البكية وبداو دموعي كيطيحو. بديت كنحلف ونعاود والله ما درتها بالعاني بحال بنية صغيرة عندها 5 سنين. حصلت امها الزفقات من طلت الحلوى اللي مخبيها للضيف. ناض من بلاصتو وجا وقف قريب مني وقدامي. ساكت انا عاطيها البكا ونحيب ونحلف ونعاود. جبت ايده من جيبو بغى يمسح ليا دموعي، قال لي ما كنحملش نشوف شي بنت كتبكي. يلا غيمسح ليا اول دمعه. سلكات الطريقه على خدي وقريب طيح على الارض. تحل الباب، سبقي ما ساليتي. هو ارتابك، رجع يديه بالزربة لجيبو وتاخر اللور. انا ما مسوقاش بقى كنبكي. جا دخل وجلس في بلاصه السيد الشاب ودار رجل على رجل. طلع عليا ونزلني وقال لي صافي سيري حتى نعيطو لك من بعد. جبت التليفون وقال للسيد الشاب احمد راني عارض عليك الغدا. بقى كيهضر مع احمد وانا ما دايرنيش في الوجود. حطيت راسي وشديت في ساكي، ديك الشده ديال ايدي ما بقاتش كتستجب ليا. احمد هز كرسي وجلس حدا داك المكلخ وقال لي باقا غير هادي ما دازتش. دار عنده وقال لي وصاحبي نشرة هادي، قلت هي 12 غتكون ساليتي وهادي راه 12 وربع وانت باقي ما ساليتي. دار عندي انا. لا لا غتبقاي واقفه جلسي. ما حملتوش، واك واك عباد الله غنقتلو. ولكن فاش قال لي احمد تفضلي انيسه، حضرت راسي وجلست مقابله معاه. حس داك الجنس السيف ديالي وجلس كيقلب فيه. زينب 26 سنة، دبلوم اقتصاد، خبرة مزيان، اللغات فرنسية عربية انجليزية. ولح الدوسي ديالي على الطبلة وقال لي صافي غير سيري من بعد نعيطو ليك. بقيت كنشوف اش هاد الوقاحة واش هاد البسالة، هادا مالو واش بغاني نضحيها ليه؟ كتمت الغيظ اللي فيا وقلت لي اعطيلي فرصة بحال الاخرين. قال لي احمد معليش عندك فرصة ديالك ومن حقك، لاش اختاريتي تخدمي معنا في الشركة ديال زوريخ للسياحة؟ هزيت راسي انا واثقة من نفسي، التنافس ديالي كان مرتبك ولكن قدرت تسيطر على نفسي ونتبت في هدرتي. قلت ليه الحلم ديالي هو العمل في شركة للسياحة، الخبرات اللي اكتسبتها من قبل عطاتني مؤهلات وامكانيات، حتى ظروف العمل عندي امكانيات العمل في مجموعات وقدرة السيطرة على الضغط على نفسيتي. وايجاد الحل عند المشكل هو ما كنركز عليه عند المواقف الصعبة. بدا داك الجنس كيتكسل وكيتجبد، انا ما حاملاش نقز من المقلة. وقال لي كاع اللي دازو كيقولوا نفس الهضره، علاش نختاروك انتي وهما لا؟ شنو غتعطي الشركة؟ زعما راه واعر وباغي يحصلني وباغي يطير للسما. درت عندو وشفت في عينيه الشركه محتاجه لطاقات وافكار ونتيجه. غندير ما في جهدي باش نقدر نخلي الكليان ونقنعو باختياره للشركه، نشوف النقص ونحاول نعوضو. وانا عندي القدره ماشي غير الكافيه بل اكثر من كافيه باش نحقق تقدم، ولو تعطات ليا فرصه غادي تشوف علاش قادره. درت واحد الضحكه جانبية وغدرت عند أحمد وقلت ليه المبدأ ديالي هو عدم خيانة ثقة رئيسي في العمل ونقف بجنبه مهما كانت الظروف. بسسم ليا أحمد والآخر ما ديتهاش فيه، أش بقى كيدير ولا أش كيقول. طرحاني بعض الأسئلة المعيقة وزعما بغي يحصلني، ولكن استمتعت بإجاباتي وعطيته على ودنه. الحمد لله قدرت نجاوب على كاع الأسئلة
وبديت كنحلم براسي خدامة وفرحانة، ولكن هذاك المكلخ مصر على أنه يوقف لي في سعدي. لا لا بلاتي، عندي لك سؤال، إلا ما عطيناش لك الخدمة شنو كتظني غيكون السبب؟ وبدا كيضحك ديك الضحكة المسمومة. قلت ليه إن شاء الله غتعطيوني وغادي نخدم حتى ما تعيطوش لي عاد نجاوبك. أحمد تفاجأ من قسوحية وجهي، وداك الغبي بقى غير كيشوف خنزر فيا وقال لي ضام على راسك، مشكلتك هي الحجاب، احنا شركة سياحية بامتياز، عندنا أجانب وكاين اللي ما مسلمينش، يعني حجابك يقدر يخلق لك نوع من التأخر في هذا المجال. شنو غديري؟ مستعدة تحيديه؟ إلا حيدتيه من اليوم في العشية تبداي في البوست. بقيت ساكتة، بقيت كنشوف فيه هو كيشوف فيا نظرة احتقار ونظرة قوة. سؤال قاصح وخيب، شنو دابا انا الا ما حيدتش الحجاب ما نخدمش؟ كنت جالسة كنت حاسة بلي انا مرفوضة، واصلا كل شي بدا بالعكس. اذا الله كريم، حضرت راسي جمعت ساكي وقلت لي ماشي مشكل لعله خير. يلا جمعت الوقفة، قال لي اذا انتي كتخلي على الخدمة احنا محتاجين الناس يقدموا لنا تضحيات. جمعت ورقية من قدامه وهو هز يديه ودار عند احمد، وقلنا صاحبي يلا وانت كتضيع الوقت كون وصلنا ودابا غنتغداو. قال لي احمد الانسة جاوبيه. درت عنده بوجه متعلق بكل وضوح، انا كنضحي على ود الحجاب ديالي بالخدمة ونتخلى على العالم من اجل ديني، ان شاء الله ربي غيسخر لي في طريقي شي خدمة نحس براحتي فيها، وانا ما كندلش نفسي المخلوق من اجل المكسب، عندي كرامة وعندي كبرياء، الله هو الرزاق. اذا ما كاينلاش تشبت بشي حاجة تهيني. هذا كان هو جوابي لآخر سؤال. إذا السلام عليكم. تبيت غادية يلا نحل الباب نخرج، سمعت دقات السيلو اللي كان هاز داك السير متعجرف، غدا تكون هنا مع 8. ما قدرتش نشيق راسي، فرحت وتغرغروا لي عيني بالدموع. جيت كنقز عند سي احمد، سلمت عليه بيدي بزوج وكنقول ليه شكرا بزاف بزاف، غنكون عند حسن الظن. جريت الكرسي وجلست ناخذ نفس، احمد كيشوف فيا كيضحك والاخر حاضر راسو كيقلب في التليفون، دارو في جيبو ديال الفيستا وقال لي الانسه قلنا لك غدا مع 8 الصباح تكون هنا. خرجت كندرر داك من الشركه وانا فرحانه وكنقز، تلاقيت ببا عبد المولى سلمت عليه وبارك ليا وفرحنا ونشطنا وغنينا والطيور كتزقزق والفراشات كترفرف. المهم رجعت للدار قلت نضحك مع الوالدة، حلات لي الباب ودرت راسي معصبة ومفقوصة، لحت صباط من رجلي ولحت الصاك وتلاحت فوق سداري. تبعاني الوالدة جلست حدايا، ايوا اللي بغا الله مرحبا بها، ما درتي والو. جبت مخدة وغطيت وجهي باش ما تشوفنيش وانا جالسة وانا حابسة الضحكة. شيرت ليها بيدي ما درت والو، نهضت وقفات ياك المصيبة غادية معطلة وساكنة ليا قدام المرايا كتنك في عروسة. ايوا نوضيت قاعدي صابي معايا الحلوة الناس بعدا، تدي صنعة في يديك الا ما تخدمي تخدمي على راسك. جيت رات عليا المخدة لقات لي كنضحك، يا كتصقع وكتضحكي. نطت وانا كنجمع فمي، والوالدة وغير كنضحك معاك وراها من غدا نبدا. بدات كتصغرات وكتبكي وكتعنق وكتبارك الحمد لله، مبروك بنيتي وسيري بدلي واجي تعاونيني في داك نص كيلو اللي بقى ليا شويه وتجي زهور تسول عليه. بديت كندور في راسي متاكده نص كيلو راه ما ديرهاش بيا هاد المره. بدات كضحك اني عقت بيها وكتدفع فيا وغير سيري راه اقل من نص كيلو غاديه، وانا دوك ينزلوا ليا الدموع من عينيا، دموع شكر وامتنان لعدم اللي قاساتو الوالدة على قبلي من نهار مات الوالد ديالي الله يرحمه وانا بقى صغيرة. هذه ذكريات عليه قليلة وقصص عليه مع الوالدة، كنت معها كل نهار عليه وابتسمت ابتسامات فخر وعزة، نهديها لأمي اللي خدمات باش تقريني وتربيني وتدعي معايا باش نخدم ونعول على راسي وباش نكون في مهنة اللي عالية الا مشات من الدنيا وخلاتني. ما عرفتش كتجيني متأكدة أنني غنبقى بلا زواج، ولكن بعد ما نشد الخديمة بالي بالزواج درت ضحكة تسليع فنية ومشيت نعاون الوالدة في دوك 10 كيلو اللي مخلطهم وحلى فيهم الصباح في الكوزينة.
قديت مع المهم الحلاوي وبزز باش داكشي كمل ظهري قهرني. تعشيت ومشيت لاحيت نعست الغد ليه مع 6 الصباح. جات نوضاتني الوالدة افيقي راه اليوم ما خاصكيش تعطلي نوضي نوضي. فقد دغيا توديت وصليت وفطرت ولبست حوايجي وبغيت نمشي للمجر ديال الوالدة ولكن بقات حدايا. 8 واقفة كنت قدام المكتب ديال سي احمد فرحانة وكنبتسم بوحدي كنتسنى. تم جاي عمر السيد المتعجرف صبحنا على الله. قلبت وجهي ودرت راسي ما شفتوش وكندير يا ربي فوتني وما يجيش يهضر معايا يا ربي. جاي وكيضرب بصباطو وهز راسو. انا حبست شي وراق زعما واخا واقفه منشوره كنتسنى راني مشغوله. جا وقف قدامي شاف تليفونو انيسه جيتي في الوقت تبعيني نوريك اش ديري. وتم غادي بقيت انا في بلاصتي مخرجه عينيا شفت في جنابي كنقلب واش كاين حدايا شي حد هضر معاه واش هضر معايا انا. وقف دار يديه في جيابو وقال لي لا لا بقاو نتسناو ما كنهضر ما سمعتينيش. شيرت بصبعي صير بسبعو في جهتي وانا في حاله استغراب هضرتي معايا انا. شاف في الارض بدا كيتمتم ما سمعتوش ولكن متاكده كان كيسب فيا. ثم راجع عندي وقف قدامي ضربني على راسي شديت في راسي اي قصحتيني نسيت راسي عند بالي جالسه في الدرب هزيت يديا بغيت نرجع ليه الضربه وهو يتخلع مسكين تصدم خنزر فيا واش كنتي باغا تضربيني بغا ترجع ليا الضربه وهادي عندك زوينه. جمعت يديا وبديت كنتسمسم كندخل وكنخرج في الهضره ناري غيجرى عليا. قلت ليه لا لا سمح ليا ودرت راسي وبديت بغيت نبكي بقى كيشوف فيا وساكت تبعيني تبعيني. بقيت تابعه دخلنا لواحد البيرو كبير وزوين فيه مكتبه وفيه كنابي وقيل قد الصالون عندنا في الدار. الله درت عنده وانا عض على فمي وفرحانه. شاف فيا بدهشه وبرمره حبس فيها الضحكه مالك وجهك داير بحال شي ارنب. مشيت عنده شكرا بزاف بزاف على البيرو والله دايما كنت كنحلم بشي واحد بحالو. شفت في الكرسي ديال البيرو خضر وفيه المبرة والجلد كنت في قمة السعادة. دوزت عليه يديا عاود شفت فيه تقدر نجربو. نزل عمر الورق اللي كان جابت كيقلب في يديه وجلس فوق الكرسي ودار رجل فوق رجل وبأناقة شارية بيديه جربيه. جلس فوق الكرسي الفخم وتكيت وغمضت عينيا وابتسمت. حليت عيني حطيت يدي فوق من البيرو ديال الخشب باينة فيه اصلي وغالي وبديت كنقول ايه يا سيدي تفضل اش خاصك وكنضحك صافي قمة السعادة. ناض عمر بلاصتو وجا عندي دق فوق من البيرو وقال لي انيسة الا ساليتي من الحلمة الزوينة ديالك نوضي هذا البيرو ديالي جبتك انا تقادي هاد الدواصل لهنا وشير على اليمن ديالو جمعيهم وقديهم هنا عندك من عام 2008 حتى 2013 ديريهم ليا في دوسي في البيسي بوحدو ومن بعد ديريه في سي دي وجبيه ليا. هضرت تشوف الدواصه الصدمه ديال البيرو وزيد عليها الدواصه معليش كتبقى خدمه وغنتخلص في اخر الشهر. درت بدره حماس وعطيت لنفسي طاقه باش نبدا الخدمه. دار الدادرو وبدا خدام في البيسي قال لي هزي دوك الكارطونات البيرو فين غتخدمي في الطبق الثاني القاعه 8 رجع كمل خدمته وما بقاش داها فيا. تحنيت هزيت الكارطونات هادشي ثقيل درت خنزرت فيه زعما انا غنهز هادشي ما مديهاش فيا. بديت مضاربه معاهم بلا ما يحيد عيني على البيسي بسخريه قال لي نتمنى ان هاد الكارطونه ما يغلبكش. دار فيا السم ما جاوبتوش هزيت الكارطونات بجوج في دقه واحده تخلع. انا موالفه مع انا معكازه كندير ربعه طاوات كبار الفران واحده فوق واحده فوق واحده في دقه موالفه بتقول خرجت انا كنسب فيه معليش معليش المهم هي الخدمه. تلقى معايا احمد استقبلني بابتسامه وبأناقه صباح الخير زين بلاباس ومالك هز هادشي بوحدك ما خلانيش نعترض وهز لي الكارطونات. ما عرفتش كيفاش نشكر هذا الانسان بالنسبه ليا ملاك مخلص وكيجي في الاوقات الصعبه. بديت كنقعد في كمامي وفي الفولار الحمد لله لاباس وانت لاباس شكرا بزاف دائما كتعاوني. طار عندي وقال لي هانيه وصلني حتى البيرو
دخلت بروات بصعد، حنا ست الناس في نفس القاعة، كل واحد عنده بيرو صغير يخدم فيه، وحشمت على الشوهة اللي درت في البيرو ديال عمر. ما عرفتش كيفاش خلاني جلس فوق كرسي. بديت كنخدم وكنخدم، ولادوك الدواسة بغاو يكملوا، شدتني الشقيقة، ولكن خاصني نكمل على الأقل الدواسة ديال عامين في الخدمة. ضرني ظهري وجنابي وكل شي ورايا، كل شي كيضرني، وليت كل شي كيضرني. جبت كعب وغزال من الصاك وبديت كناكل فيه بشوية، وانا مخبية من ورا البيرو لا يشوفني شي حد. وصلت 6:30 ديال العشية وانا عيانة ومغدياش، لويت من الجوع. بداو كيخرجوا الموظفين، بقيت غير انا صافي. نط حتى انا سجلت الخدمة اللي خدمتها هاد النهار كله في البيسي، واللي باقي في هاد الاسبوع نحاول نكملو. وصلت للدار عيانة، تغديت ولا تعشيت ما عقلتش. الصلاة، الوالدة بقات كتسولني ايوا اش درتي اليوم، وانا ما فياش اللي يهضر، كنجاوب غير بزز اه والو الخدمة، وعيني يضروني بالبيسي وظهري. قالت لي وانا زعما بغيتك تفسخ ليا اللوز. نوضي الله يرضي عليك، جبدت رجليا لا والو والله، 5 كيلو ولا 6 كيلو لا منقدرش. مالك معيطيش على جميلة صاحبتي؟ خنزرت فيا جميلة، تا هي يعولوا عليها الناس، ديك المرة عطيتها تفسخو ليا ضربت فيه النص. شفت فيها الوالدة، راحي شوية راعي، نزلتي ليها 13 كيلو من الصباح وهي خدامة فيه، صبع يديها تفسخو، ولا داك اللوز بغا يكمل لعنيه الشيطان، وزعما هزات غير كوميشة صغيرة كلات منه بغيتيها تصفار. إوا بدات كتخنزر فيا، وعرفتها ما مفكاش معايا، قلت على وعدي وسعدي نعاون. دازت 5 ايام وانا واحلة في الدوازة، كون ما كانش سيد احمد كيجي يطلع لينا وخمر في النار غنكون ميتة من الملل. حتى داك السي عمر كنتلقاه كيهز راسو كيتم غادي، كنلقاه كيرد عليا السلام غير بزز. كل نهار كنتلاقى بالسيد احمد كنحس بالفرحة، كيعاملني مزيان وبرقي، كان كتعجبني اللياقة واللباقة ديالو والهضرة ديالو والاحترام اللي كيعاملني. وكل مرة كنهضرو فيها كنلقى راسي كنبتسم وكنضحك مشحونة بطاقة إيجابية. كنجمعو في أوقات الاستراحة، كنعاودو النكات وكنضحكو، وليت كنحس بمشاعر تجاهو، مشاعر مقدرش نتحكم في راسي ونقنع نفسي باش ما نتعجبش بيه، لأنه في نظري كان مثالي، والوحيدة اللي عارفة سر إعجابي هي صاحبتي جميلة، كانت مصدعة ليها راسها بيه. وفين ما كنتلاقى مع عمر كنحس بحال شي غمامه كحله جايه غتوقف ليا فوق راسي، وما كنستحملش غواته وهضرته، وما كنحملش نتلاقى بيه. ها واخيرا بعد اكثر من شهر قدرت نكمل الدواسه، وفرحت وسبعت العشيه غادي نلوحات الشي في سادي ونمشي بحالي. سمعت الدقان في الباب، هزيت راسي نشوف شكون. اه عمر، عاود حضرت راسي، دخل قال لي على باقي ما ساليتيش؟ قلت غادي توجدي لي السيده اليوم من القبيله ولا كتسنى وما جيتيش. اش وقع للتضحيات وانا ما كنخدمش الرئيس ديالي؟ غمضت عينيا وبديت كنبرد في راسي، ها هو واجد، بقى خاصني غير نكوبي. يلا بغيت نكوبي، ما عرفتش اشنو وقع، هو يمشي ليا كل شيء والبيسي تبلوكا، ومن بعد طفى. بديت كنترعد وكنتفتف، تخلعت بديت كنشوف فيه، وبداو كينزلوا ليا الدموع. واخيرا ساليت، بديت كنشبد، اي بغيتي داري او سبعاد، يلا غنبدا، توكلت على الله غنبدا. كوبي الخدمه في بيسي حتى سمعت الدقان وشي حد دخل عندي البيرو، زيد راسي. عمر، وقفت سلام، يلا ساليت، وكنت غنجيب لك السيدي. دخل حط الكارت دابل ديال البيسي فوق البيرو، وجبت التليفون. سبعادي، قلت ليا في عشية قبل 6 يكون السيدي فوق البيرو، تعطلتي. جر كرسي وجلس، ودار رجل فوق رجل، وبدا كيشوف في الوراق اللي حاطهم على البيرو. مالك تعطلتي؟ هذه هي تضحيات الكلمه. جلس كان خنزر فيه، هذا مالو جاي برزت فيا؟ تفو غادي العصا، ما ديتش عليه. حضرت راسي ورجعت نكمل اخر خدمه، ما عرفتش علاش وركت في الكلافي، مشى ليا كلشي تمسح وتبلوكا البيسي. واحد شويه طفى، بديت كنتفتف ما عرفت ما ندير. شفت فيه وانا دايره يدي بجوج على فمي، اش غنقول ليه؟ انا اللي قفرتها. هز راسو شاف فيا، امالك اش كاين؟ بقيت مصدومه
والدموع كينزلو من عينيا وما قادرش نهضر. هضر بعيبج اش كاين وهضري. بديت كنتغبن وكنصرت في الهضره. شاف فيا وتي مالك راه ما كنسمع والو، اش كتقولي؟ غير هضري غير هضري ما غنجريوش عليك. اش كاين؟ ناض جاي طلق البيسي طافي. هزيت عينيا فيه والله ما عرفت، وعطيتها للحيب قال لي سجلتي داكشي قبل ما يطفى؟ هزيت راسي لا ما سجلتش. قال لي ونوضي نوضي ماشي مشكل خلعتيني ما عرفت اش درتي. نط وانا باقا كنخسس وقفت من وراه. جلس خدم البيسي وبدا خدام كيقاد فيه. واحد شويه رجع ليا كلشي اللي كان وجبد ليا الدوسي اللي كنت خدامه فيه. فرحت بزاف وبديت كنضحك. قال لي سيري سيري غسلي وجهك انا غنكمل هادشي. مشيت غسلت وجيت وانا فرحانه خاصني نعتذر ليه. رجعت لقيتو جابد الحلوه من البواطا كنت حاطاها تحت من البيرو، كلا غير الحلوه اللي فيها اللوز والشوكولات. قلت لي في خاطري ما عندي ما يتسالك قايم بالواجب، كنت ناويه نعطيها ليه ساعه دشر يديه. بديت كنجمع في حوايجي، هز السيدي دارو في محفظتو وسكات وصمت في الاجواء. قال لي انت اللي مقاده هاد الحلوه ولا شاريها؟ قلت لي لا كنصايبها في الدار. من يديه اراني وحده ديال الشوكولات. عاود جبت ليه البواطا شفت فيه ساليتيها ما بقاتش. ثم خارج وقف عند الباب اذا جيبها لي غدا. ضحكت ضربتيها كامله وبلا خباري وكتامرني نجيبها غدا. جاوبته اه ان شاء الله تجيبها، شكرا على الباس اللي قديتيه ليا شكرا بزاف. خرجت بزز باش ندي الطاكسي. وصلت للدار عيانه سلمت على الوالده وقلت ليها امي يا العار ما تقوليش ليا ما بقاتش عندنا من الحلوه ديال الشوكولاته واللوز العار. غير بدات كضحك عرفتها ما بقاتش باين عطاتها للجيران. ناري امي خاصنا دابا نصايبوها واخا غير الرابعه. جبدات كريم لاتريكس وبدات كدهن يديها. هلا بنتي عاد ساليت الصباح وانا واحله في الكوزينه مع الفقاص. يلا غسلت المعن ووجدت العشاء، الا باقي فيك الجهد اجني الخبز وطيبيه ولا ما فيكش خرجي جيبيه. لا يا امي ما يمكنش راه غدا خاصني نديها للسيد مول الشركه اللي خدام عنده. خنت راس فيا واش انتي غادا تخدمي بالدبلوم ديال الاقتصاد ولا غادا كتخدمي حلاويه؟ ديريه من الفقاص. مشات وبقات كتنقول عندك يديك خلطي الحلوه وطيبيها. ايوا تخلات عليا المهمه ديالي اللي هي اصلا ما كتخلي ليش فرصه نتخلى عليها. كتجرني بزاف مني نلقاد الحلاوي. بدلت حوايجي وبديت كنخلط في داك الشيء وكنسمع الوالده كتتفرج في التلفازه في شي فيلم مصري قديم. وجلست كنفكر فيها في الايام اللي كنعاونها وكنقول لها عقلتي انا اللي كندي لك طاوات الفران. جالسه نصاوب فيها ونقر وانا بزز باش حل عينيا كورتها ولحتها في الفران. وجيت جلست حدا مي كنتفرج في فيلم ديال صغيره على الحب. جريت شويه للمنطقه عند الوالده وانا هي مطرطقين في التلفازه. تبعت الفيلم وبديت كندفع. قالت لي الوالده داكشي اللي في الفديره في الفران ما غطلاش عليه راه يتحرق. ما عقلتش بديت كنقول لها راه ما مجهداش الفران ما تخافيش وصافي خليني نتفرج. بقيت حاله فمي. جرات لي امي المنطقه وقالت لي وتي نوضي تنطي على الحلوه وجي تفرجي راه هي اللي تحرقات كاينش اللي قامه باش تعاوديها. نط وانا كندفخ راه غنرجع وغتعاودي ليا اشنو طرا صافي ما غتبقيش تنوضيني غاديه وعينيا باغين ما بغاوش يتفرقوا على التلفاز. حتى خرج من البيت غير وصلت للكوزينه وشميت ريحه الحراق. ناري خرجتها لقيتها تحرقات لي من التحت. خرجت ريحه الحرق من الكوزينه وصلت عند امي للبيت وغير شماتها مع هي عندها تبارك الله نيوف كيستقطبوا ريحه الحرق. بدات كتغوت هي كالصقعه. قلت لي قبيله نوضي طلعي عليها وانت مخرجه لي عينك في التلفازه اش غديري دابا؟ تعصبت وهضرت امي زادت عصباتني. اش غندير اش غندير؟ لقيت الحل كرتها من التحت ودرت عليها الشوكولاط ووجدتها في البواطه. مع 9 الصباح قدام بيرو ديال عمر دقيت وانا هازه بواطه فيها الحلوه ديال اللوز والشوكولاط. دخلت لقيتو خدام وما مساليش. بقيت كنتسنى حتى ساله حطيت ليه داكشي قدامه. هز وحده وقال لي اوه كنت كنضحك معاك درتيها بصح. بديت كنطلع فيه وكنسل اه مسكين كنتي غير كضحك كل ما جبتهاش كل راه ما باقيش تحت رجلي هنا عطيني البوست غير بزز. كلاها صد البواطه وشبك يديه فوق البيرو.
سكت وانا كنتسنى يهضر. بديت كنقول ياك ما جا فشي وحده لصقت فيها بنت الحراق. بدا كيضحك، قلت ليه شنو ياك ما عجباتكش؟ قال لي حرقتيها. شد في كرشو بدا كيضحك، جلست كيعيب فيها وقال لي علاش كذبتي البارح؟ قول لي شاريها ماشي مصايبها، باغاها تبالي حادقه غنزوج بيك. بدا كيهين فيا وهو عند راسو الموقف مضحك. ما جاوبتوش، هزيت البواطه من قدامه بالنفخه وخرجت كنجري. تلاقيت مع احمد قدام البيرو، قال لي سلام. ما جاوبتوش، مشيت للبيرو ديالي وانا حبسه فيا البكيه. حشومه عليا ديال لي هكا، حشومه بقى فيا الحال. في كل مره كنتفكر كيفاش كان كيضحك وهو كيشوف فيا كنزيد كنتفقس وكنتعصب. وانا واقفه كنسمع الاهانات والكلام الجارح، بقى فيا الحال. كنت بغيت نهضر قدامه على عيوبه، كيفاش كيستفز الناس وكيفاش كيتعامل مع اللي تحت منه. كيستعمل النفوذ ديالو والسلطه باش يتحكم في اللي قل منه. العجرفه ديالو احساسه بالنفوذ كان كيفقسني كيعصبني. انا خدامه عنده، ولكن علاش كيغوت عليا وكينفس على نوبات الغضب ديالو في وجهي؟ كنت دائما كنضايق وكنتعصب، ولكن ما لقيتش محسن، وكان حلي هو الصبر. بحال ديما تبعني احمد البيرو، لقاني معصبه وفي البكيه، وكالعاده بدا كيواسيني كيدي الجو وقال لي يلا خرجي 5 دقائق ورجعي. كان احمد بحال المنقد والشخص الوحيد اللي ممكن نعتمد عليه. كانت حاجه زوينه يكون شخص خلوق كيوقف بجنبك بحال هاد اللحظات، كيعطيك القوه والصبر وطاقه. كتخليني كل نهار كنفيق في الصباح وكنجي للخدمه. كان البنات اللي كيخدموا معايا ردي البال علاقتي مع السيد احمد النائب العام للرئيس. كانوا كيتهمسوا عليا وكيتغامزوا بنظراتهم، ولكن انا ما كنعطيهمش وقت لاني كنعترف بذاتي وبكفاءتي. ساليت الخدمه، جمعت حوايجي وانا خارجه تلاقيت باحمد وعمر قدام باب الشركه. ابتسم لي احمد ورديت عليه بالسلام وابتسامه وما ديتهاش في عمر. قال لي احمد زينب ياك ما تبغي نوصلك معايا؟ حضرت راسي لا 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 شكرا، انا كناخد الطوبيس. دار عمر يدي على فمه، دار الدار اللي كيجيها وبدا كيضحك. انتبهت ليه وخنزرت فيه ومحملتوش. قلت ليه اسمح لي فيها شي حاجه؟ شاف فيا معايا ما ضحكتش عليك، تفكرت شي حاجه وصافي. دار عند احمد وقال لي هذه محسوسه. هزيت حجابي بقيت كنشوف فيه، غمضت عينيا وخرجت. خرجت النفس وقلت في خاطري الله يسر. حضرت راسي وتميت غانيه. دازت 3 شهور وانا خدامه. قرر احمد مع عمر يرسموني في الخدمه في قسم الحسابات، يعني غنبدا نتخلص. فرحت بزاف. صور عليا التليفون، هذه جميله. خرجت على برا في الجريده ديال الشركه. الو جميله، وايلي صاحبتي ممتي قشرتي، راني ترسمت اليوم في الشركه. جميله حتى هي بصوت فرحان، بصح مبروك مبروك. وحتى انا عندي لك خبر كتفرح، عرفتي ديك الخدمه اللي مشيت انا وياك ندفعوا ليها؟ ويلي ويلي والله حتى عيطوا لي اليوم وعيط نقولها لك. جلست كنلقص في بلاصتي وفرحانه. ويلي هي اليوم الزرده؟ جاوباتني اش من زرده، انا دابا في داركم. عيطت لي ماما كنصايب معاها 5 كيلو ديال الغريبه، وباقي كنصايبو كعب غزال كيف عيطوا على الخديمه. خليت كلشي وعيطت نعلمك. سمعت الوالده من التليفون كتغوت، جميله انت جي عاونيني الا غتبقي مقابله التليفون سير لداركم. بدات كضحك جميله، زعما الوالده عندك اختي؟ زادات كبيرة. جاوبتها حتى انا الوالده عندي مصلحجيه، الا ما عاونتيهاش كتضر فيك، ولكن الله يخليها ليا. شوفي ما تقوليش ليها رانا ترسمت تحت نجي واخا؟ قالت لي اه واخا يلا بسلامه. وقفتها قلت لها شوفي انا فرحانه اكثر لان احمد هو اللي عاوني باش نترسم، وقيلا غنمشي نخطبو. تو بديت كنضحك، بدات جميله كتضحك، انا معاك نهزو لماماك الحلوه ونمشي نقضي معاك الغرض. هي صافي ولا كيعجبك؟ تزلقت وحشمت بحال هو واقف حدايا. كيعجبني ولكن ما تقوليها لحتى واحد. جميله قالت لي لما بغيت نقولها واش انت جميله؟ قالت لاحي والله حتى ديرني خالتي اليوم في الطاو دخلني الفران ودردر عليا سكر كلاصي بالفوق. بسلامه. قطعت
وعلق التليفون القديم، غمضت عينيا وبديت كنضحك بوحدي. حسيت بواحد الاحساس زوين، واخا ما قادرش نتحكم فيه، ولكن ما عرفتش علاش كان عجبني بزاف. مع الدوره كنلقى عمر واقف وهز في يديه كاس بلاستيكي ديال القهوه، كيشوف فيه وكيضحك واحد الضحكه شيطانيه. خرجت عينيا وقلبي كيضرب، ما قدرتش نهضر. واش اللي بداو كيفشلو؟ شفت فيه واش سمعتيني؟ جا قرب عندي، تحنا عند ودي وبالمرأة منخفضة في نوع من السخرية والاستخفاف. أنا من النوع اللي كيحفظ الأسرار، شو ما عليك تشوفي فيا بهاد الشوفة ديال الخوف؟ هداك الإحساس فاش كتحس إن الوالدة سرق ليها شوي كيكة ديال المكياج ولا المنجم، ما كيساوي والو ملي حصلت مع هاد المتعجرف. وتفكرت في داك المسلسل المصري باش كتكون البطلة، ابن الذين مسكني من ايدي اللي بتوقعني. انا بالضبط كنت بحس كده، تبلشت في بلاستي وتكفرت، ما عرفت ما نقول. شفت فيه بنظرات مخلوعة ومد لي الكاس ديال القهوة، بقيت حالة فمي من الصدمة ديال الموقف. قال لي، شديت بعيني، حضرت راسي وبقيت سامعها. دخلنا البيرو ديالو، دار لقاني بقى هز الكاس، قال لي ارميه في الزبل، ما كتفهميش؟ ما قدرتش نهز راسي نجاوبو. تميت خارجه، قال لي ورجعي دابا عندك جوج دقائق. خرجت كنجري وانا كنتسب وكنعاير. لقيت مع احمد قدام البيرو ديالو، سلم عليا، شاف فيا زينب كنتي في مكتب عمر. دورت راسي لهي وشديت على الكاس بالجهد بيديا بزوج. لا بدا كيضحك، مالك؟ كتدخلي وكتخرجي في الهضره، فين غادا انتي دابا؟ بديت كنتفتف كل اللي كنحس براسي مزيه. قلت لي كنت بغيت نجيب شي ورق، وقال لي لوحات الكاس في الزبل. بقى كيشوف فيا هو مستغرب، وعلاش ما يلوحوش هو؟ دار يدي في جيوبه وبان عليه تعصب. هاد عمر هذا زاد فيه، ما تديش عليا دابا نهضر معاك. هو هكذا داير، عزيز عليه العكس، دابا نهضر معاك ونهانيه بدون سابقين. دار نقص، لا ما تهضرش معاه، صافي ما كاينش مشكل نهائي عندي. ودرت نظرات ديال البراء، حسيت به شك من ردات الفعل ديالي. بقى كيشوف فيا وانا حاضر راسي، واخا لا ولكن الى قلقك جي وقوليها ليا، عندي شي خدمه دابا. يلا مشيت كنجري، رميت داكشي ورجعت. دخلت للبيرو، طلع على الساعه، جاوبنيش، جهلني وخلاني واقفة كنتسنى. دازت 15 دقيقة تقريبا بلا ما يهضر معايا. بقيت كنشوف فيه وهو خدام، كان جدي مركز في الباس اللي قدامه ومع الورق اللي في المكتب. شاد ستيلو فاخر في يديه بطريقة أنيقة، عمرني ما لاحظت هادشي فيه صراحة. هو نقي ولكن هاد التفاصيل عمرني ديتها فيهم، بين علاش لحقاش ما كاينش الوقت فين نبركك فيه. انا اصلا فين ما كنتلاقى خاصني ندور وجهي باش ما تعصبش، لانه هو بالنسبه لي المصدر الاول للاعصاب. ومن الاخر ما كنحملوش وحتى هو ما كيحملنيش. هز راسو لقاني كنحنزز فيه وجهي ولا كيف المطيشه. حضرت عيني وحسيت بالتوتر، ضرب السيرو على البيرو، نسيت راسي شفت فيه ولا كل خجل. دار واحد الابتسامه سلهفانيه، ما حشمتيش كيعجبك صاحبي وكتشوفي فيا، باينه فيك مخا الويضه. بقى فيا الحال وكيف ديما كنحس بيه كيجرحني عن قصد، وكل مره كندوز ليه شي كلمه كنزيد كنكرهه. بغيت نسكت ليه ولكن كرامتي ما سمحتش ليا، حتى هي خارجه عليا، انا عينيا في الارض. سمح ليا ولكن هذه حياتي الخاصه. قلتي لي نجي خاص شي خدمه نديرها من قبيل ولا كنتسنى؟ لا حسي لو نديه، حسيت بيه انفعل. واخا ما تجيبيش حياتك الخاصه للخدمه، خليها في داركم. وثانيا قلت ليك جوج دقائق تكوني هنا، تعطلتي 9 دقائق، غتسنيت 18 دقيقه. تفهمنا؟ حضرت راسي، فهمت. وتميت خارجه، قال لي اجي جيبي، هزي داك البيسي اللي في الكارطابل عندي. جبتو وخدمتو، جبد ليا ليستا قد ما مايلها ديال الاسماء الملفات نخدمهم وديال الابحاث ونقاد التقارير ونجمع. تفوه هاد الشي بزاف عليا، واه ماشي خدمتي زيدون. ما قدرتش نعترض، حضرت راسي
وبديت كندمر لانني ما يمكنش نهضر. بقيت حاضره راسي على الخدمه، ما ديتهاش فيه، ما هزيتش راسي، ضرني ظهري من راسي وحسيت به ناض. وقف لافيز ديالو لبسا جا عندي طاش هادي في الزوج ترجعي. قلت ليه لا لا غير خليني خدامه. وحضرت راسي جا حدايا ما بغاش تخرجي تشوفي احمد. زيرت على سناني حتى ضروني ما جاوبتوش. بقيت حاضره راسي حبس الضحكه وبقى ساكت. كنضحك معايا كاني راه وقيته ديال الغداء ما غتغداش. طورت وجهي ليه وبالنفخه جاوبت لا لا ما كنتغداش. قط بحجبانو صايبه نط من بلاصتي. انا غاديه في الزوج غنجي. تمينا خارجين وهو كيلوح في الهضره على احمد وانا سابقاه ما كنديهاش فيه. شحال بروش هذا. تلاقيت مع احمد جاي في جهه البيرو، شافني مع الصبا وقفني. زينب بقى كعيا من الصباح. شف عمر اللي كان جاي من ورايا، امالك صاحبي عطيها زبلت لوحو. تم جاي ضرب كتف احمد بكتفه وديما بنفس النبره ديال السخريه. عطيتو ليها تلوحو فاش كنا في الجرده، نزل على الطار رفيع وتلوحو بقات معلقه. ما عرفتش عقلها باش معمره هادي يومين. شاف فيا بحال كيعجبها شي حد. هزيت عيني وشفت فيه بنت خنزيره. خفتو يفضحني معاه برهوش كيف والو يديرها وانا ما كنرداش. واش هيبط الله اول مره يعجبني شي واحد في حياتي، خاص هاد المكلخ يتسلط عليا؟ وعلاش يا ربي هو بالضبط اللي سمعني اش هاد المصيبه؟ لا لا هادشي بزاف على الزهر المعكس. هذا راه النحس كيمشي على رجليه. شاف في احمد مالك صاحبي خلي عليك العني صفتي قار. يلا نتغدى وجميع نعرض عليكم انا على حسابي. فرحت نتغدى مع احمد لاول مره، ولكن هاد الجلسه هو جاي. ظهر شاف فيا وبدا كيقلع ليا في السم بعينيه. طلعت قنان في السما ويلا بغيت نجاوب نقص داك المصيبه. لا 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 غير خليها قبيله. قلت ليها تغدى وعييت معها. قالت لي لا. بقيت غير كنشوف فعيل وحطني في موقف محرج. قلت لا امتنعت على موعد الغداء اللي فلتو ليا عمر. ورجعت للبيرو ديالي لقيت الخدامه خرجوا. جبت غدايا من الصاك وبديت كناكل. في الزوج لقاني كنتسنى في البيرو. دخل كيضحك حيد الفيست وعلق على الكرسي وجلس وتسكى وعيط على وسيله السكرتير. جيب لي القهوه. قال ليها جيب لي جوج. جابتها قال ليها بعيني تحط لي القهوه قدامي. وانا حاضره راسي وما بغيتش نشوف جهته. خرجت وسيله وسدت الباب وخلات من وراها السكات. بدا كيتجبد كيهضر معايا كنجاوبو على قد هضرتو وما كنشوفش فيه ودايره ما كاينش. تكى على الكرسي بدا كيتفوه. الله اليوم عييت يمكن تغديت مزيان الحمد لله. قال لي فوتي عليك واحد الغدا مبرع. انا ما فهمتش كيعجبك وما بغيتيش تمشي تغداي؟ والله كون كانت وسيله والله حتى تمشي، ولكن عندك الحق. انا عرفتك علاش ما بغيتيش. الواحد خصو يعرف حدوده. احمد بحالي يبغي شي وحده كلاس زوينه كتهضر زوين الشعر والستايلات وتكون ستار. وبدا كيضحك. هدرتو استفزاتني تغرغرو ليا عينيا. زدت حضرت راسي على الباسي لانني خفت يشوفني كنبكي ويضحك. ما قدرتش نصبر هدرت وجرحاتني وحبطاتني. بقى فيا الحال بلا قياس. زيرت ودموعي غلبوني. شهقت وانفجرت بالبكا. سكت وجمع لسانو ما بقاش قال حتى كلمه. ياك هو اللي قال لي ما تجيبيش المشاعر ديالك للخدمه، علاش كيهيني وكيعاملني بدنيا؟ سمعت كرسي يتحرك وبخطواته في جهتي وانا كنبكي. في عقلي كنقول الا زاد شي كلمه غنغوت عليه ولا بغى يجري عليا يجري. الالم ديال الاهانه اكثر شيء كيقتلني. وشنو اللي غي يعاني؟ طبعا انسه كبرياء من غير المعامله ديال شخص متعجرف. مهما حاول ومهما قال لي ما بسامحش ليه. حسيت بالغضب بجرح ديال الكبرياء ديالي وهو جاي في جهتي. نتجمعت الوقفه ودورت وجهي في جهه الباب. حاضره راسي ومغطي وجهي. قال لي زينب بلاتي واش كتبكي؟ كنضحكوا معاك مالك درتيها بصح؟ ما جاوبتوش. كملت الطريق لعند الباب مديت يدي بغيت نحلو. جا من ورايا ودار يدي على الباب كان قريب مني. ما استحملتش نهز عيني ونشوف فيه وما قدرتش نسمع حتى كلمه منه. بقيت واقفه بلاصتي ما قدرتش نتحرك. هو بقى ساكت كيشوف فيا بلا ما يهضر. بقيت كنت نخسس وكنبكي حتى شبعت.
غسيت عيني حسيت بهو من فوخي، شفت فيه بعياء. جرني من يدي وجلسني فوق الكرسي ديالو، قال لي جلسي 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 انا جاي. تكيت وطرخيت وغمضت عينيا، حليت عينيا لقيتو جالس قدامي كيشوف فيا، ناض عندي في جهتي هو كيبتسم. فقتي ارتحيتي شويه، هاكي شربي الماء. وحط الماء قدامي، شفت فيه بحقد. نطت في هذا الكرسي بالجد ووقفت وجاتني الدوخه. نسيت انني ما فاطراش ما مغدياش مزيان، ما عنديش الجهد نتجادل معاه. تميت جار رجلي لجهه الباب نخرج في حالي، خليته واقف في بلاصتو. جرني من يدي وقال لي اسمحي لي، شفت فيه وخنزرت. اسمح لي انت غنقدم استقالتي من هاد الخدمه. ما خلانيش نخرج، وقف لي عند الباب وبدا كيحلف ما نخرج حتى نسمح ليه، ولكن انا عصبني كينقز عليا بحال شي قرد من هنا لهنا، وصدعني صدعني في راسي ودار ليا القلق. قلت ليه صافي الله يسامح، حضرت راسي وخرجت بحالي. قال لي غدا بلا ما تجي ارتاحي في داركم. صراحه فرحت، غدا ما غنصبحش عليه. بديت كنضحك، نشط ونسيت كل شيء. نهار عطلة، بدا كيضحك حتى هو، قال لي هانتي غتهناي منا غدا بلا ما نشعر. قلت ليه داكشي اللي كاين، وانا كنضحك. سكت وقطع الحس، بقيت كندور عينيا وانا نقول ليه انا مشيت الله يعاون. نسيت حواجي ورجعت للدار كنجري. سلمت على الوالده، جات تبعتني للبيت فين كنبدل حواجي. اجي شفتك جيتي اليوم بكري لاباس. لحت حواجي، لبست بيجامة وهي كتغوص، وانتي جمعي حوايجك وجاوبيني. جاوبتها والو، ساليت الخدمة وخرجت. الوالدة فيا الموت ديال الجوع، كاين ما يتكال. وجدت اتاي والكسكروط، وجلست انا والوالدة في البيت. كليت حتى شبعت، تكيت على ظهري، شفت في السقف وبديت كنضحك. بقات امي كتشوف فيا وهي ما فاهمة والو. انتي مالك بنيتي، راه اليوم ما عاجبنيش حالك. كنتفكر غدا العطلة، وطلق عليا مع السبت والحد، وكنزيد نفرح. وفاش تفكرت هضرت عمر عاود تعصبت، وفاش تفكرت هو كيطلب مني السماحه عجبني الحال وابتسمت حتى جاتني واحد القرصه جانبيه من ايدي الوالده. ما غدويش نبقى انا نستناك ترد عليا. طرت من بلاصتي بحال ضربني الضو، حيت كنحك بلاصه القرصه. وامي واش انا باقا صغيره؟ قالت لي تكبري وديري ولادك ونبقى نقرصك، علاش كنتي كضحكي قبيله؟ سكت، ما يمكنش نعاود ليها والله، حتى تمشي لعمر الخدمه وتنزل عليه بشي مدلك على الراس. عيطت لي جميله وقالت لي لقات خدمه وفرحت ليها مسكينه. ما في حالهمش تستاهل داكشي علاش فرحت ليها. حضرت راسي وهزيت كاس اتاي، بقيت كندور في راسي وكنشرب اتاي وما حاملاش تبقى تسولني. بدات كتشوف فيا ما تيقانيش. مبروك عليها، راه عاوناتني في الكوموند ديال شي ناس، غدات معايا ومشات الله يرضي عليها. شفت فيها ناري، عندك تكون عطيتيها بزاف الخدمه. تمات كتقرب ليا ويديها بحال القط على وضعيه القرصه في وجهي، قدامي في وجهي. خلات ليا بلاصه حمراء، نظرت للكوزينه طيب العشاء، قالت ليا جمعي الميده وتبعيني، يلا تبعيني الكوزينه. بغيت نعلمها لانتي لا هي مديو في دراعكم، ولكن الا داها فيكم شي حد لانتي لا هي ندردك في عرسكم. لقيت كنضحك وردت نجمع الميضة، تويت تويت ميساج، جبت التليفون لقيت كنشوف التليفون. انا كنستغرب الصراحة، كنت موالفة بالبكاء والدموع، غالبا ما كان كيجرحني تفاخر البنات قدامي بباباتهم، وكيتباهاو باللي شراو ليهم، وكان كيبقى فيا الحل اني ما قدرتش نقول كلمة بابا او لبا الوالد لفترة طويلة من الزمن، ولكن كنفرح بعض المرات فاش كنحلم بيه، ولا فاش كنهضر معاه في خاطري مرة مرة، فاش كنت كنشتاق ليه كنهضر معاه في خاطري. لكن اليوم بكيت وخرجت غديدي في الكا بسبب السيد عمر، وفاش كنتفكر هو كيطلب مني السماحة كنحس بالفرحة، فإرضاء لكبريائي وتحطيم بسيط للعجرفة ديالو. ولكن الوالدة ديالي بقرصتها المباشرة في أنحاء الجسد ديالي كتخليني كنتقفز غير بوحدي، لدرجة ما قدرتش نقرا الميساج، خفتها طب عليا من حيث لا أدري. دخلت الحمام بالزربة وأنا ما غنشوف الميساج، جبتو وبديت كنقرا. سلام، ارتحيتي شوية؟ بديت كنضحك وأنا عارفة شكون اللي أرسل الميساج. سجلت النمرة باسم المكلخ،
درت راسي ما عرفت شكون وكتبت لي ما عرفت شكون معايا. بقيت جالسه في الحمام سد عليا كنتسنى يجاوب ولكن تعطل. صافي لا يجاوب. مشيت للكوزينه الوالده واقفه حدايا كتصايب في العشاء وانا واقفه كنغسل المواعن. صون عليا التليفون جمدت في بلاصتي بديت كندور في عينيا. ماما شافت فيا بنص عيني هي وجاوبي بصحت ايديا وجبت التليفون وبعدت عليها ناري هو وهي ناري طفي التليفون. بانت لي الوالده حطت داكشي من يديها وجايه جيتي وقفت عليا شكون عيط لك يلا غنقول لك غنقول لها شي كذبه. هو بدا كيصوني ثاني مدات يديها ليا ري لهنا عطاك التليفون. ما قدرتش نعاود معها الهضره مديتو ليها وانا خايفه وكنتخلع شداتو وجاوبات بالنظره وهي مخنزره الو السلام عليكم شكون معايا ايه شو بغيتيها انا ما شكون انت اه ولدي قولها من الصباح اه هيا ناعسه اش نقول لها واخا مع السلامه. عطاتني تليفون وانا كنشوف فيها وكنت رعد قالت لي مالك تلونتي قالوا لك اللي في الخدمه غدا خاصك تجي ضروري بكري في الصباح خاصك تقدي لهم شي ورق. بقيت كنشوف وانا ما فاهمه والو غدا عندي الروبو العطله باغي نصبح ناعسه. طفيت داك المشقوف ودرته في جيبي وانا ميته بالفقصه. صباح الصباح طالع لي الدم حاملاش نشوف داك الكنز وحتى احمد من بعد الهضره اللي قال لي داك المكلخ اللي خارج ليا في عودي بانه مستحيل يديها فيا فقد الامل ما بقيتش معمره على راسي بيه. مشيت دخلت البيرو باقي ما جاش وصلت تسعود هو باقي ما جاش. بقيت خدامه وكل ساعه كنشوف في الباب كنتسناه. عييت وانا اتصل به كيصوني وما كيجاوبش. وصلت تسعود ونص تليفوني كيصوني اه هو هزيتو سلام علاش ما جيتيش كيتفوه صباح الخير بعدا فين غنجي. تعصبت كيفاش راني كنتسنى من 8 الصباح اتصلتي بالوالدة البارح. بدا كيضحك ايوا حتى انتي واحد فينا يجي انتي خدامه ما كاينلاش نجي راه كنت ناعس فقدت لقيت الاتصال ديالك واتصلت اتصلت يسحب لي شي حاجه مهمه. ناري طلع عليا الدم تعصبت وطلع عليا جنوني واش كيتسطع ليا هذا ولا شنو الا هو اللي صدق واخد العطله. جاوبته انت دابا ناعس في داركم مرتاح مزيان كلشي على خير وبخير الحمد لله عيطت باش نشوف ياك ما هز الهم الخدمه ولا شي حاجه. بدا كيضحك لا 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 الحمد لله كلشي في امان الله شكرا خليك تكملي لي هذيك الخدمه اللي فوق البيرو كوني هانيه ونرجع نكمل عاسي بسلامه. وقطع لي التليفون بقيت شاده في التليفون ماشي في كامل القوايا العقليه واش نوض نمشي نخلي ضربوه واش انا نمشي نرجع في حالي ولا اش ندير. تخدت وتعصبت البارح بكاني على والو يعني ضحك عليا ومن الفوق واخد عطله لراسو يرتاح ومخليني انا نضرب التماره. غمضت عينيا وصرت ضميري عندي بدي ما قدرتش نخرج ونخلي هادشي مكركب ورايا. حضرت راسي وكملت الخدمه شويه تحل الباب دخل لابس بدله انيقه في البني بحال شي ستار وقف حدايا وبدا كيطلع على البيس اللي خدامه فيه. فين وصلتي ريحتو زوينه وشعرو زوين ماشطو جنب كمل على العلاقه ديالو. صرت الفقصه وبلا ما نحس ابتسمت بدا كيضحك والله زينب لا كنت كنهضر معاك وميت بالضحك. بديت كنضحك والله الا يصحاب لي ما غنجيش هي كنتي كتفلى وكتضحك عليا. مشى جلس في كرسي وقال لي والله ما كنت ناوي نتفلى اتصلت باش تقول لك راني في واحد الاجتماع في شركه اخرى بغاو يديروا معنا تعاقد ولكن فاش جاوبتي بديك الطريقه شديت فيك. ماما كل البارح فاش هضرات معايا ما عرفتش ما نقول المسامحه نعوضك باللي يرضيك ان شاء الله ما خليتي فيا غير اللي نسيتي. حشمت وحضرت راسي زعما قلتي لي هاد النهار ديالي نرتاح فيه وفاش اتصلت قلتي ما كاينلاش نجيو بجوج تما تعصبت ولكن فاش دخلتي مع الباب ولابس الكوستيم عرفت كتفلا. شاف فيا وحيد الفيست كي جاني شريتو غير السمانه اللي فاتت. بديت كنقاد فولاري وكندير راسي ما مدياش فيه اه مزيان بصحه. بدا كيبتسم جا وقف عند راسي ودار يديه في جيابو تكمش في بلاصتي وهزيت راسي بشويه اشنو هز لي الوراق والباسي من قدامي داهم جيت للمقابله معايا وحطهم اجيك من الخدمه هنا خاصني نصيفط شي لعيبات في الجيميل. نطت وانا محرجه دست من حدا وقلبي بدا كيضرب
جلس وانا حشمانه، بدا خدام وانا ما خداماش، خدامه مقابله كل ساعه كيشوف فيا كيحسن لي. كان دي راسي كنفكر وزعما ساهيه ولا كنبدا نشوف السقف. ناري ما بقيتش كنحشم، ناري ما يمكنش، مستحيل نديها في هذا، واش تصديت ولا خرج ليا العقل. داز داك الصباح دغيا، واخا بعصبيه انتهى بشكل زوين. جبت الساعه من يدي باناقه، شاف الساعه وضل عندي، حضرت راسي بالزربه. قال لي زينب دابا غندوز عند احمد نمشي ونصلي، واليوم الجمعه، الا بغيتي ترجعي في عشيه جي، ولا بغيتيش جلسي ارتاحي ما كاينش مشكل، غير داكشي اللي قلت لك عليه ما تنسايش، صيفط ليا في الجامع ضروري واخا. كتحلف امي ساهيه، بدا كيضحك. زينب مالك ياك ما باقا مقلقه؟ ارتبكت وبديت كنتلفت في جنابي. لا صافي، ناض وهز الفيست لبسها، حل الباب وقال لي تفضلي. طفيت الباسي بالزربه وجمعت الورق وتخرجت وانا فرحانه. كان سبقني كنشوف فيه من ورا ظهره، كان سارق النظارات وانا خايفه يلاحظني، وريحه العطر ديالو الرجوليه حتى المشيه فيها عجرفه وكبرياء واناقه. تلاقينا مع احمد، سلم علينا، وليت كنحس باحساس عادي، احساس اخوي زعما، ما فهمتش كيفاش تلاشات مشاعري تجاهه. هاد المشاعر المجرمه ما كتلاشاش، كتنتقل ضد الرغبه ديالي من احمد لعمر. ناري انا زيارة رجال، ما متبتش على واحد. عمر حضر راسو بعد شويه، خلاني كنهضر انا واحمد على الخدمه الواق وشي حوايج ما مرضيتش ليهم البال، ما عرفتش، عقلي ما كانش معايا. عمري 26 وطلع في 27، اول مره كيعجبني شخص كل ما كنعرف عليه متسلط وفيه الضحك بايخ، وكل ذكرياتي عليه عباره عن لائحه سوداء. ولكن علاش ما باغياش نلعب الشيطان وحتى نحاول ما يبقاش يعجبني، على الاقل بحال القرار اللي خديت بخصوص اعجابي باحمد، حتى من مشاعري كتداخل في حياتي باش نصعب على راسي كل شيء من جميع الجوانب. ودعني وانا ما باغياش ندعو، مشيت للدار صليت ودعيت الله يدير لي اللي فيها الخير، وطلبت الله توقع لي شي معجزه، وتلفت ليا وفكر فيا وما نعرف يمكن يجمعني به في دار وحده. طبعا كنت باغي نرجع في العشيه، ولكن بقات فيا الوالده واحله مع الغريبه، قلت نجلس معها نعاونها. كنشوف فيها كتشوف فيا وساكته، حتى انا ما قلت والو. قالت لي شعل هذيك التلفازه نتونسو بها، شعلتها وفي المهدي ديال شاروخان طلقت في عيني، وبديت غير كنكور ونعطي العور في ديك غريبه. ضربتني الوالده على يدي، واتي جمعي عينيك وردي البال الحلوه. شفت فيها بنظرات متفقصه، وامي علاش كتشدي الكوموند فيها 10 كيلو وكتوحليني حتى انا معاك؟ حطت العجينه من يديها، اشوفي هذيك شنيوله، حالك هاد يومين ما عجبنيش، رانا فايقه وعايقه بصح هذاك اللي عيط لك معاك في الخدمه. بديت كندور في عينيا، شفت فيها وانا كنت مسك. ناري يا امي والله حتى خدام معايا راه هو الشاف ديالي، والله ما كاينه شي حاجه. هزات المدلك وبدات كتشير به، وها ودي منك، اكثر شي كيخلعني في هاد الدنيا هو مدلك امي، الادات اللي كناكل بها طريحه ديال العصا ما كنحملوش، كنشوفو كنبغي نشعل فيه العافيه، ولا يمكن التخلص منه، ما خليت فين تخبيتو عليها. كندور كنلقاها جابده بحال ملصقه فيه اداه الاستقطاب. حضرت راسي وقلت ليها في خاطري كون غير كان داكشي اللي خايفه منه بصح، كيبغيني وكنبغيه والله حتى نولي حسن من الوسيله السكرتير ونجيبو للدار يخدمني، ولكن هو ما عقلش عليا. صليت نهار اثنين على احر من الجمر، فقت صليت الفجر ودست لمجر امي، تركت الفوند والتاه والعكر وواحد الماسكارا مع عمرها دازها، درتهم وكالعاده بتسلل خرجت من الدار. هاد المره ما شافتنيش، قدام الباب ديالو وقفت كنقول يا ربي يا ربي تسهل ليا فيه باي طريقه، دقيت وقلبي كيضرب. دخلت وانا دايره كل ما في جهدي باش نبعد الموت عن النقاب، وجلست لقيتو خدام وما مساليش كالعاده، التركيز ديالو ونظراتو للبيسي. وجدت لي العمل ديالو واناقته كيجيبوا لي الشلل، حضرت راسي على الخدمه وانا كنحاول نركز معاه،
قال لي زينب جري كرسيك واجي نوريك اش غتقدي ليا. وبدون تفكير طوعت الورق من يدي وهزيت الكرسي وانا فرحانه. اها جلست حداه وانا فرحانه، عند بالي بارزه انا وياه في العرس. ناري كنحلم ولا فايقه، كون عارف باش كنحلم كون طلقني في الحلمه ديالي ويجيبني الواقع، يعطيني شي قتله ديال العصا. دار عندي غطى في مويدي وبدا كيضحك. خجلت صور سابك شنو مالك؟ جمع الضحكة. أول مرة طلقت عينيا، وأول مرة كنشوف عينيه البنيتين اللي كان فيهم واحد البريق مشع. كل واحد فينا تحرج وشاف في الجهة المعاكسة. رجعنا للخدمة وعيني على البيسي. زينب انتي زوينة بلا مكياج. تصدمت ما عرفت ما نقول، وباش نجاوب سكت. كل واحد فينا كيتسنى الآخر يهضر، وانا احساسي ولا كبر مني. خفت لا يزيد يكبر، قلت لحالي من حيث لا يدري، يعني خاص يتزوج به ينزوج به، ولا غنستعمل العنف لاجئها الى مدلك امي. رجعت بحال شي طفله عندها 10 سنين. انا اللي ديما كنت بعقلي وليت نجري ونجري ونجاري سبعة، وحلف امي في كل عميله. انا اللي كنت كنضحك ونقول على البنات اوي اللي هادو مالهم دايرين في راسهم الشوها، الا ما باغاهاش علاش كتبقى تابعه ولا تبقى فيه؟ الله يسر، دير غير الكرامه على راسها. انا عارفين ما مشى تابعه بحال الرادار، لا خدمه بقيت نخدمها مقاده، لا زين ولا مجي بكري. اللي كنت متاكده منه ما دخلنيش فيه الشك هو ما عمره غيديها فيا، ولكن انا وليت في قمه الغباء. ما تليتش عرفت كيفاش نتصرف بعقلي، ودايما كنقول يا ربي ما يعيقش بيا. معلوم مهما كان خاص هو يجي يهضر معايا ويقوم بالخطوه الاولى. من نهار قال لي زينب بنتي زوينه بلا مكياج، اما ما بقيتش درت بجهته، خليته للوالده. وليت كنخرج قدامها ونوريها وجهي، انتي شوفي راه ما دايره والو، جايه فرحانه. دائما كان نفس الدعاء في ما كان بغي ندخل البيرو، يا ربي تيسر وتجعل لي اللي فيها الخير يا ربي. او ما كاينش، ما جاش، بقيت كنتسناه. او في هذا الوقت بزاف باش كيدوز، كل ساعه كنجبد التليفون واش نتصل بيه ولا هو غيتصل بيا. لا لا لا، الا اتصلت غيعيق بيا، خليني مثبته ومال بعقلنا. يدي ما بغاوش يهنيوني، اتصلت بيه ما كيجاوبش. وصلت وقيته ديال الغدا، بانوا لي البنات والدراري اللي خدامين معايا مجموعين. تخشيت وسطهم باغي نشوف اش كاين. سميره ويلا دابا الا كنتو باغيين تمشيو وناخدو كلشي من الطريق. عادل صافي نديكم في الطوموبيل، انا بحال احسان غتقدنا. انا نقص عليهم اش كاين اش واقع، طالقه ودنيهم خارجه هي فيهم قولوا اش كاين. دارت عندي سميره بالسيده، ما في خبارك زعما؟ خدامه معاه في البيرو ما صايقاش الخبار. كنت غنقجها ولكن تهدنت زدت وبغيت نعرف. درت عند عادل قول لي اخويا اش واقع. دار علامات حزن، شاف عمر درك سيده واحد مول الموطور خرج فيه، سمعت حالته صعيبه، حنا غنمشيو نشوفوه، قالوا حالته خايبه يقدر يمشي فيها. شديت فراسي دارت بيا الدنيا، ويلي علي يمشي فيها، فشلوا لي ركابي. وجلست على الارض ودرت مشهد درامي فيه البكاء، وبقيت كنتركل وكنبكي. هي هذيك من هاني تهزوني وداوني معاهم حتى انا يشوفني الطبيب. وصلنا دفعتهم، دخلت لقيته جالس كيتفرج في الدوزيم وكياكل في الليمون وكيضحك وفرحان. شفتو تصدمت، مشيت تكونت في واحد الكرسي حدا الباب. دخلوا البنات والدراري كل وحده كتميع في الهضره. سميره احلى سلامتك سي عمر، والله فاش سمعتها تخلعت عليك. ولا ميا كيف بقيتي شويه؟ شكون شنو كيضرك؟ ربي شافيك. وانا كان خرزان حتى على سلامتك ما بغاش تخرج ليا، بقيت جالسه فاش بغاو يخرجوا حتى انا جمعت الوقفه وتميت خارجه في حالي. تعيط ليا زينب بلاتي، رجعت وقفت ليا عند راسو. كان قليل من السم وانا فرحانه، وحده فيهم بس سلمت عليا قبل ما تمشي. هما كيتمسكنوا بزاف باش خرجوا. دار عندي جلسي مالك واقفه؟ جلس وانا حاضره راسي، قلت نبدل جو الاحراج اللي درتو. مي سمعت انه دارك سيده، فكرتيني راه صيفطت جمال وخدمت دوك الملفات اللي قلتي ليا، بقى خاصك تشوفهم وتسني عليهم. وراه اتصل قاطعني ودارني راسي، وانت كتهضري بزاف، واش ما بقيتش فيك انا اللي وقع ليا داكشي؟
ما سولتيش فيا كيف بقيت وهنتي عقلي عقلي حضرت راسي بداو عينيا كيغرغروا ليا بالدموع شد فراسه وما تقوليش لي راه تبداي تبكي راه انا اللي غنبكي ما يجيب لي حتى نص سيترو ديال الحليب ضربته على يدي اللي مضروب فيها حتى دائما كتكذب عليا قالوا لي راك في مرحله ديال الخاطر وتقدر الله يحفظ بدا كيضحك وكيشوف فيا ها وشنو يقدر تعصبت وغوت عليه تمشي فيها الحمار تصدم مسكين وبقى كيشوف فيا ما عرف ما يقول عرفت راسي اجدرت حضرت راسي وتكمش بلاصتي وجمعت فمي بدا شاق لي واش كتسبيني واش عاد دابا قلتي لي حمار حضرت راسي بقيت كنتسنى شي دقه تنزل لي على راسي بقى كيضحك حتى سخف عاود زينب والله ما عمرني ما شفت بحالك تخافي ما تحشمي نهار الاول بغات ضربيني ودابا انا عيان وكتسبيني راه وليت كنخاف منك بديت كنجمع في صاكي باغا نوض في حالي اسمح لي الا كنتي لاباس عليك خاصني نمشي يلا بغيت نوض قال لي انا توحد باقي ما كملش الكلمه نقص انا ها شنو توحشتيني شنو توحشتي وكنبتسم وخارج عينيا كنتسنى في الجواب ما كنتش كنتوقع ان الامور تقدر تطور بهذه السرعه ولكن حتى انا صبرت ودعيت الله باش ييسر لي فيه اخيرا يلا قال انا توحشت تنقص انا بحماس اش توحشتي بقى كيشوف فيا وهو مصدوم ولكن حسب في الثواني باش يهضر انا بغيت نقول له انا توحشت ديك الحلوه ديال اللوز والشوكولات وتخيل يا زين من الصباح وانا كنتسناك تجي باش نقول لك ونقولها لك تبغي تصيفط لك ميساج ولكن لقيت راسي ناسي التليفون في الدار خزرت فيه ودرت فيه واحد الشوفه بدا كيترعد في بلاصتو قال لي ولكن الا بغيتي صافي بلاش ما تجيبيها نط من بلاصتي شديت في ساكي قلت ليه الله يعاون وزت بحالي وانا خارجه مع الباب قال لي بسلامة الله في راسك وشكرا اللي جيتي شفتيني راه كنضحك معاك غدا نخرج ان شاء الله نجي للخدمه حضرت راسي ورجعت في حالي للدار دخلت بحاملاش كالعاده ماما تابعاني البيت تسولني اش درت في الخدمه كتغوت على الحوايج اللي كنلوح وصباط اللي كنطوعو عند الباب بقيت جالسه كنفكر نديري الحلوه ونمشي نشوفه مسكين واعيه وشويه نقول خليه يسهل كيعاملني على اساس انا كان علي ليه شي حاجه من غير مغطفه وكيلوح ليها خدمته نط الكوزينه كنقلب في الصطوله ديال الحلوه سمعت مي تقرقي وجات كتجري اش كديري حطي الصطوله ماشي ديالنا ما ديتهاش فيها ها هي حلوه اللوز والشوكولات جبت بواطه وبديت بغيت نعمرها بالحلوه جات الوالده كتشوف فيا ما كتسمعيش ماشي ديالنا راه ديال الناس غدا في الصباح تجي مولاتها ديها شفت فيها وامي راه غير شويه والله وفاش نرجع نعاود نصايبها صافي اري البواطه جلست ودارت فيها الشوفه ديال صحاب المخزن اجيتي وفين غاديه بالسلامه ولمن باغا تعطيها حضرت راسي ها الواحد السيده خدامه معايا مسكينه دارت كسيده اليوم في الصباح بغيت نمشي نشوفها وندي لها شي حويجه بدات كتدور في راسها ومال كتدوري في عينيك وعلاش باغيه تدي لها هاد الحلوه ماشي من غيرها بديت كنضحك وتصدقت حيت كتعجبها وطلبتني نجيبها ليها جريت ليها البواطه وبديت كنعمر فيها جات حيدت ليا السطله وغطات واتفاق عليك الحلوه ديال عباد الله واش باغيه تركبي فيا السكر هاد العشيه انتي مالك بنتي معكسه يلا غنبدا نكر هي الدور عندي اجي ماشي الباترون ديالك كتكذبي عليا صفاريت وخداريت وتصمرت في بلاصتي لا شكون قالها ليك جات قربت لحدا عينيا شكون قالها ليا يلا هزي منها بقيت كنعمر في البواطه وكنختار هادوك اللي مزياني بغيت نخرج لقيتها لابسه جلابسه وكتسنى درت ضحكه صفراء امي فين غاده دفعتني وسدات الباب بالساروت معاك نشوف السيده مسكينه كيبقات سنيت بغيت نمشي رجلي ضروني بالجلسه في الدار سميت غاده وكنطلب فيها نرجعو ما خليت ما كذبت عليها حتى من الكذبه ديال الكلينيك صدت قلت عليها دخلنا غير سمعت الموظفه اللي في الاستقبال قالت سميه ديال عمر وهي تقرصني قرصه خفيفه لا يراها الا الله ولا يحس بها غيري انا ديما كنبعد من لملي كنكون دايره شي زبله يديها ما كنرتاحش ليهم دخلنا لقيناها جالس جابت بيسي وخدام دخلت سلمت وانا حاضره راسي وحشماله ما قدرتش ندوي سلم على الوالده وبدا كيدي ويجيب في الهضره معها
حطات ليه الحلوى وقالت ليه بغيتي شي كوموند ولدي مرحبا، عجباتك البنت وغادي تزوجها مرحبا. البنت واخا باها ميت الله يرحمه عندها ما مرا ونص، بغيتي نلعبوا الضحك حنا ناس ملاح شوف لك في جهه اخرى. ما قدرتش نهز راسي سمعتو سكت مبقاش جاوب، صدمات هضره امي انا كنت صوت الارض شق تخشى فيها. دارت عندي يلا نوضي شافت فيه الله يشافيك يا ولدي ويصلحك خلينا لك الراحه. دخلت للدار ما هضرتهاش وما دويتش معها، تابعاني للصالون حياني عليك هذا هي السيده اللي سحب لك بقى صغيره قاطعتها. امي حرام عليك والله حتى حرام عليك، شوهتيني قدام الشاف ما بيني وبين والو، هذيك الخدمه والله لا باقي حطيت فيها رجلي. بدات كتلبس في طابليتها وكتشمر، ايوا اللي بغى المعقول راه باين واللي ما بغاش يعطينا باتساع. بقيت كنبكي صافي غدا غنخرج من الخدمه، ما داني نعاس غير بزز. غد ليه جات الوالده حيدتها ليا المانطا، نوضي ما غتمشيش لخدمتك؟ جريت المانطا وعاود غطيت راسي. تي خليتي ليا الوجه باش نمشي، حلات الشرجم وعاود جرات المانطا ونشرات. عطنوضي ولا اش بغيتي؟ بدات كتخاصم، بقات واقفه عليا حتى نط وفطرت ومشيت للخدمه. غادي وانا معصبه ومفقوسه وناويه نقدم طلب الاستقاله، دخلت لقيتو كيهضر في التليفون، شافني وبدا كيضحك وكمل الهضره وقال لي بيديه دخلي. جلست ودرت ساكي قدامي وبقيت جامعه يدي كنتسناه يسالي وانا حشمانه على الهضره اللي قالت ليه الوالده. سال الهضره جا جلس حدايا كيشوف فيا، ما هضرتش. قال لي السلام لاباس؟ كنشوف في الارض، انا جيت اليوم باش نقول لك راه غنخرج من الخدمه. حل الصدفه ديال الفيست قطب حجبانه، وعلاش؟ بياس جاوبته القدر ديال الله، وسمح لي على الطريقه باش هضرت معاك البارح الوالده راك عارف خايفه عليا. بدا كيضحك، دار رجل على رجل وتسكى على الفوطي. فهمت الوالده ديالك تبارك الله عليها الله يخليها لك، واخا اعتبر انك غير في لحظات غضب وخديتي قرار خاطئ، فكري مزيان غدا بلا ما تجي خديه وفكري فيه. بقيت كنشوف في الارض، ضحكت على راسي ما عرفتش واش نبكي ولا اش ندير بلا ما نبقى نحلم اكثر من القياس. جا الوقت اللي نفيق فيه من هضرته باين انه ما اعتبرنيش، ما عمرو فكر فيا، كانت قمه الاحراج. خرج من الباب بعقل ساكن وقلب حزين وكبرياء مجروح، كرامتي وكبريائي وقيمتي كل شيء طاح قدام جا عمر. قفي الحل بزاف، كل مره كنتفكر اش قالت لي الوالده وكنزيد نكعه. جا الغد ليه ما مشيتش للخدمه، وجا النهار اللي بعده وانا باقيه في الدار من التلفازه للجميله للسطاح وندور في الدار، وحتى امي ما بقيتش كنكثر معاها الهضره. دازت 4 ايام طافيه التليفون ومهزوله على العالم، شفت حتى عييت ودست نلهي راسي في الحلوه مع الوالده. قبل ما نبدا معاها الكوموند جديده شفت فيها شوفي امي غنبدا نخدم معاك وتعطيني النص بالنص. شافت فيا كيفاش نص بالنص، صراحة بدا الخوف كيسرى في انحاء جسدي من نظراتها اللي كتحمل الكثير من الرعب. قصحت وجهي وقلت ليها ايه نص بالنص في الربح، انا غنبدا نخدم معاك يدي بيديك وانتي كتكي على كل شيء كديري في جيبك. خرجت فيها عينيا، يا كلمتي خيطه انا كندير في جيبي، خدامه عندك نوضي من خدامي. بدات كتقلب على المدلك فين هو فين زاد، جبداتو بغات تزف بيا عليه شديتو ليها. امي والله كنضحك معاك والله، شافت فيا وضرباتو مع الميده ضربه كتهددني بحالها غتجينا على راسي الا ما جمعتش فمي. بديت كنصاوب معاها في الحلوى وساكته. ما ناويش ترجعي لخدمتك؟ ما خفتيش يجريو عليك؟ بقيت مدهيه مع الحلوى كنقاد فيها وببروده جاوبتها راه خليتها قدمت استقالتي صافي تشوف غيرها. يمكن الوالده فقصات هضرتي لدرجه تجاهلتني، قالت لي ديري اللي عجبك نوضي لبسي حوايجك دي طاوات الفران وفي ساعه رجعي كملي معايا هادشي. غلطت وانا ما فياش، جبت غير جلابه ديال الوالده لبسها وجيت عندها. هاري السوارت هزات عينيها لقاتني لابسه جلابسه، واتي سيري حط لي حوايجي واتي مالك مخورجه شحال من مره قلت لك راه ما كتجيش قدك واش تسطيتي. جريت سهم جريت مع عندها الساروت هاد الجلابه كرتاح فيها هي اللي لقيتها قدامي بالصنداله ديال الدار وخرجت. تميت راجعه كنجر في رجليا في الطريق كيبان لي شي حد واقف مقابل مع الباب. ناري واش هو؟ لا مستحيل، ناري وليت كنحلم
كيتهيئ ليا الخيال ديال عمر وانا حاله حينيه، وقيلا غير تخالط ليا. بديت كنقرب وانا كنقول يا ربي يكون هو، حتى وصلت للباب وتفكرت راسي لابسه بحال بخنشه وانا نبدا نطلب يا ربي ما يكونش هو. درت الفولار على وجهي، حضرت راسي وجبت السوارت كنحل بالزربه وجعدي زينب بلاتي سلام. حضرت راسي ودرت عنده سلام تاش كدير هنا؟ ربع يديه وبقى كيشوف فيا، ما عرفتكش واش حيه ولا ميته. مد يديه حيد لي الفورال على وجهي، خنزرت فيه وتساخرت جمع يديك. ضربني على راسي، بغيت نعرف هذا الراس باش عامر، اش عندك العجينه ولا شي مصيبه؟ ولكن كتعجبيني بهاد الشخصيه اللي كتصدميني بيها، كتضربي وتسبي وتدوري فيا زعما انتي ياك. قالها ياك، قالها وانا سمعتها. قال كتعجبيني ماشي شغلي، بلا ما يقول لي لا ما قصدش داكشي اللي فهمتي ولا شي حاجه، بغى يسطيني ولا شنو؟ شفت فيا بشكل جدي. عمر على جيتي هنا وفاش يهمك الا كنت عايشه ولا ميته؟ صافي قلت ليك بغيت نخرج من الخدمه، علاش ما بغيتيش؟ كنشوف فيه وكنتسنى يجاوبني، خفت لي يقول شي سبب ما كي يعلقش بيا. بقى ساكت وضحك، يلا هضر سربي الوالده كتسنى. حضر راسو بدا كيتزنق، وجهه ولا بحال المطيشه. جيت نشوفك تحلوا لي العينين وبدا كيبري اعترف جاب يشوفني بلاتي يشوفني ما كتعني والو، بديت كنرمش في عينيا كيفاش تشوفني وعلاش بغيت تشوفني. بدا كيضحك وكيشوف ليه، وهنا ارتابك اول مره كنحس به متردد. واشنو جاوبني؟ حضر راسو من اول مره شفتك فيها حسيت براسي في شكل، قلت يمكن غير صدفه، ولكن من بعد كل مره كنشوفك فيها كتضحكي ولا معصبه، كانت شي حاجه فيك كتشدني ليك، شي حاجه مميزه ماشي بحال البنات. ولكن اش هادشي لابسه؟ غطيت وجهي بيدي وانا كنضحك وحشمانه. يلا بغيت نهضر، حلت الوالده الباب لقيتنا في مشهد لا يحمد عقباه، لقيتنا بجوج مزلقين وحشمانين من بعضياتنا. وبدات الموال ديالها، الا ولدي بغيتي المعقول مرحبا، والا قطع عمر وشاف فيا انا بغيت المعقول. زوجنا وعشنا ايام جميله بدات كتنقص خلالها العجرفه ديال السيد عمر، وبدات كتنسجم مع الكبرياء ديالي انا سيده زينب. ولكن لحد الان باقي كيلحقني انا وولادي القرصات والطلحات من الوالده، وهكذا عشنا في سلام وعش معنا بدلك امي.